سمر، حالة من الاكتئاب ممكن تنتاب العديد من الأشخاص، بتتملكنا وتسيطر على تفكيرنا وتكون سبب لتعكير صفو حياتنا إن صح التعبير. فالتفكير السلبي أو الحالة السلبية يلي بتتوارد لأذهاننا وبتستحوذ على كافة مشاعرنا ممكن تصير حالة معاشة لدى بعض الأشخاص وبيأثروا وبيدورون على أكيد الجو المحيط فيهم. شو هو التفكير السلبي وأسبابه وشو طرق السيطرة عليه؟ أسئلة رح تجاوبنا عنا الأخصائية النفسية غالية سعيد. أهلا وسهلا فيكي غالية. يا صباح الخير. صباح كل الأشياء الجميلة اللي بتصبح معكم، ما عاد في تفكير سلبي. خلينا ياكي. صباح الخير يا غالية. بالبداية بنعرف نحن التفكير السلبي هو يعتبر سد منيع في طريق النجاح. ممكن تعرفينا أكثر عن التفكير السلبي؟ تمام يا عزيزتي، خلينا نبلش بمجموعة الكركبة والأفكار والأشياء البشعة والشغلات السوداوية وكلمة من هاد كلمة من هاد فكرة من هي وأنا شفت هيك وحسيت هيك وشعرت هيك. جمعيهم كلياتهم، حمليهم بسلة واحدة وحطيهم بساحة الشعور، قولي له العقل تفضل أبدع فيهم. آلية التفكير السلبي هي أشياء نحن بنخاف منها، نحن بنتوتر منه، نحن رافعين السقف لها اكثر من اللازم. هو لازم اكيد الانسان يكون في عنده حذر، ولكن نحن للاسف بنروح بنجمع كل شيء اشياء ممكن تزعجنا وتضايقنا وتخوفنا، بنحطهم باليه الشعور وبنعيد وبنزيد وبنفكر فيهم اكثر من اللازم. هذا الشيء بعد فتره بيعمل لك حاله من السوداويه، حاله من الضيق، حاله من الانزعاج. بتبلشي تحكي عن حالك انا متضايق، انا ما بعرف شو بني، انا تعبان، تعال نعمل هيك. بقول لك لا لا لا، بركي صار هيك، بركي صار معنا هيك، تعال نروح هذا المشوار وبركي هيك صار معنا. طب تعال نعمل هيك. دائما كلمة بركي أو لو أو مدري شو بيصير هي الراعي الرسمي لأول افتتاحية كلامه. هذا الشيء فيما بعد بيقتلك الأفكار الإبداعية، بيقتلك آلية الانطلاق بالحياة، بيقتلك حتى النظرة التفاؤلية اللي ممكن أنت لما تفتح عيونك الصبح تقولي أنا اليوم نهاري حلو. حتى كلماتك الإيجابية فيما بعد بتشعر إنه شوي شوي عم تختفي من ساحة الشعور، ما عاد رددتيها على لسانك. بعد شوي حياتك الاجتماعية بتصير بتنحسر منك، يعني على مبدأ رفقاتنا إذا كنا رحنا رايحين وحسينا نحن من الأشخاص، خلينا نقول أنا من السلبيين، اجتمعنا كلياتنا مين غالية طالعة معنا، لا دخيلكم لا تجيبوا أي أفكار سلبية، وبتقعدوا دائما عندها طاولة ندب دائما جاهزة ودائما أفكار إنه بركي صار، بركي عملنا، بركي سووا، استبعدوها. حتى تركنا الرفقات نرجع عائلتنا الخاصة اللي هي العائلة فيما بعد، حتى هنا بعد شوي وهن قاعدين معك بتحسيهم هيك قلقين حزرين، بتقولي شو بدك منك من أفكارك السلبية، لا تحكوا قدامها شيء، هلأ ضغري بتعطيكم الزاوية السلبية وبركي ولو وبتندوا بهذا الموضوع. طب غالية، شو الأسباب اللي بتخلي الشخص يكون عنده أفكار سوداوية، وقديش مثل ما قلنا يمكن المحيط ممكن يأثر فيه هو بحد ذاته؟ تمام يا عزيزتي، الراعي الرسمي حتى يكون عندي سبب أنا إنه تفكير زائد هو عدم ثقتي أنا بذاتي، إيماني أنا بذاتي. كتير أشخاص بتعدي معهم بتقلي له شو نظرتك عن حالك، بيقول لك ولا شيء، على أنا بيقول لك ولا شيء. طب عمل هيك، بيقول لك ما لي ثقة بنفسي، بركي غلطت بركي شيء. فقلة الثقة بالنفس والإيمان بالذات هذا سبب أساسي لحتى يكون في عندك سماح لتسلسل الأفكار الغريبة يعني أو الأفكار المزعجة. لازم الواحد يقدر ذاته بشكل كتير كبير. تمام. ثانيا اللي هو الأشخاص المحوطين من حولك. دائما لما بتكون شبكة علاقاتك مغذية بالأشخاص السلبيين أو الأشخاص اللي مؤذيين أو اللي بدائنك، على مبدأ إذا أنت كنتي لابسة لون عاجبك بس يجي حتى لهيك لابسة كأنه ما حلو اللون، كأنه ما له لابق لك، هذا بس لك فكرة ضايقك فيها، بترجع يا بتبدلي اللون يا أما كل نهارك بيتكركب بهالفكرة يلي حكاها. فأول شيء الثقة بالنفس هي بتكون عامل أساسي. ثانيا الأشخاص المحيطين فينا رجاعا ما نستهين بهي الفكرة، كل واحد يعمل جولة هيك حوالين الناس المحيطين فيه، عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك بكل بساطة تفضل اطلع لبرا الباب مفتوح. بيقولوا غالية المقارنات، إذا الواحد بقي يقارن بينه وبين غيره هذا كمان إنه بيزيد من التفكير السلبي كمان، شو رأيك؟ أحسنتي، لأنه هاي الفكرة هي العامل الثالث اللي كنا رح نحكي عنه. المقارنة عدو نجاحك الأساسي إنك تعمل مقارنة. طبعا لا ننسى أنه وسائل التواصل الاجتماعي عم تغذي لك هاي الفكرة. كوني قاعدة بأمان الله فاتحة عم تعملي تشات أو عم تعملي أي شيء أو أي شيء، بتلاقي حدا يمكن أقل منك أو ما له بإمكاناتك عمل إنجاز بالنسبة له إنجاز، بس تطلعي هيك بتسكري يعني ليش هي وأنا لا، شو اللي زاد عني وانا ناقص عنها من هاي الكلمات هاي. هذا الشيء كرماله كرماله استجلبتي انت كل شيء عندك سلبي، استجلبتي افكار سلبيه، استجلبتي اشياء، بتسكري تليفونك وانت منزعجه ومتضايقه وبتنامي. تخيلي انه هي صارت كارثه
التفكير السلبي والزائد كارثة بالنسبة لإلنا. حتى فيما بعد بلشت العقل العالم أو الناس تتعامل معه على أنه هو شيء طبيعي، حتى اخترعوا لنا شيء اسمه إدارة قلق أو إدارة غضب، يعني عم تعاملوا مع الموضوع أنه هو شيء طبيعي لحتى أنا أعمله إدارة. فأنه واحد من الأساسات، عمرك شفتي قطة ماشي وقفت ماتت قالوا وقف قلبها من الضغط أو من الخوف أو من القلق؟ أكيد لا، لأنه هذا الشيء ما هو أساسا مخلوق ضمن حياتنا أو ضمن البرنامج الأساسي الموجود معنا، نحن بنستجلبه لحالنا. بيقولوا شو اسمه، كل إنسان بالحياة معرض لضعف الإرادة وعدم الثقة بالنفس والتفكير السلبي. تمام. لأنه ظروف الحياة دائما بتكون متقلبة، يعني مو على زونا ظروف الحياة. كيف فينا نحن نتجاوز معوقات الحياة برأيك بعد الأفكار السلبية قدر المستطاع؟ تمام يا عزيزتي، من أول ما منفيق نحن الصبح في عندك صوت عم يعمل لك التحية الصباحية كل يوم، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نلبس؟ وين نروح؟ وين نجي؟ هيك بصير هيك ما بصير. في دراسة بتقول وتخيل إنه نحن منفكر بنهار بين 50 ل 60 ألف فكرة باليوم. تخيلي كم الأفكار الأشياء اللي عم تنزل على دماغنا، يعني عن جد أنا بقول له الله يعينك قد نحن بنستجلب له أفكار وبنقول له يلا فكر فيهم وهات حل على السريع. كمان في دراسة تانية بتقول لك أحياناً بالفكرة الواحدة بتضلي عم تعيديها 50 ألف مرة، بتصير ما بتصير، بتصير ما بتصير، وجيبي بقى بهالأفكار. هلا أنا كيف بدي أتخلص منه؟ تمام، كيف بيقولوا لك أنا قاعدة مثلا جت على بالي فكرة سلبية، هاي الفكرة عم تضايقني، شو أعمل؟ شو لك عم تدمرني، شو الطريقة لحتى أتخلص منه؟ في أكثر من طريقة وفي طرق أنا صراحة بشخصيا جربتهم وعن جد بتمنى إنه الكل يجرب لأنه نحن ما لنا خسران أي شيء. أول شيء تحكي مع عقلك. حدا بيحكي مع عقله؟ أي حدا بيحكي مع عقله. كيف؟ أنا قاعدة عندي مجموعة أفكار وأنا حقول لك كل 10 دقائق بتمرق فكرة، يعني ما نفكر حالنا إنه نحن ما أنا قوي ما بتجي عندي، كل 10 دقائق بتجي الفكرة. بس كنتي قاعدة لحالك وقوية منه وبدك تتخلصي منه، الفكرة بتجي بتبلش بتدخل بتتسلل إنه هيك بده يصير، هيك بده يصير، هيك بده يصير، هيك بده يصير. بكل بساطة فينك أنتي تاخدي إيماءات وجهك، تعصبي، تعيطي، تخانقي، بتقولي له لعقلك إلغي هالكلمة، إلغي، أو بتحكي مع الفكرة إنه طلعي من وشي، بعدي عني، عيطي أو خانقي أو عصبي. طبعاً مو قدام العالم شو ما يقولوا نحن عنا جنينة، لا أكيد، فهي بتجي بعقلك، فإنه هي بتحاول تدخل مثل إنه حدا عم يتسلل عليكي. فلما بتشوفك إنه أنت عندك ردة فعل فعلاً هتقولي لي إنه الفكرة، فكرة بتخاف منك، إنه أنت الأقوى منها فالفكرة بتخاف منك، إنه إلغي، طلعي، أنا ما بدي إياكي، طلعي من عقلي، طلعي من عقلي، هي حتروح بعد شوي ترد بترجع. بس لما بترجع ما بترجع بنفس القوة اللي رجعت لك، بترجع أخف شوي. أما أنا لك تعي أنا هلأ مستسلمة وأنا قاعدة هلأ معكم، يمكن ما بعرف شو ممكن يصير بالبيت، معقول يصير لهم شيء؟ معقول هيك شيء؟ الفكرة عم تقوى أكثر، الشبكة عم تتمدد أكثر. كنا بيقولوا، بيقول أحمد هارون أفكارك تساوي حياتك، هذا هو. تمام يا عزيزتي. ايه؟ فأنت أول مرة هاي طريقة تتخلصي منها إنه أنت عصبتي عليها. عن جد أنا فيني أعصب على الفكرة؟ إيه فيكي تعصبي على الفكرة. وهي الكلمات عقلك لما بيسمعوا أنت عم تقولي له إلغي، أنا ما بدي هيك، وعصبي، وحتى طلعي العلامات على وجهك، لأنه في ذاكرة بياخذها الدماغ إنه لا، إنه هي وقت جت الفكرة لعندها عصبت أو طلع خلقها أو شيء. في فكرة تانية اللي هي ما حدا حيصدق إنه شو هي، اللي هي ربط المثير بشيء مؤلم. يعني شايفه هي في مطاطة هون، أنا مرة جربتها، كانت تجي لعندي أفكار سلبية، تمام، قدرت إني أحاربها. كيف نحن منحارب شيء لما بتربطيه بألم؟ حاربت أول فكرة سلبية قدرت أتخلص منها، حطيت هي بإيدي إلى أن أني أقدر فيها. لما أجت الفكرة السلبية وأنا بدي أتخلص منها تعملي هيك، هو بيعمل ألم، انتي ربطتي انه هاي الفكرة ارتبطت بألم، عقلك دغري اخد انه في ألم، انه انا مجرد ما انا جب لها فكرة سلبية ونزلها على ساحة الشعور هي حتبعت لي شعور بالألم. الولد الصغير لما بيحرق ايده بالنار او بالمي او بيعمل اي شيء، مرة تانية تعا قلي له قرب، بيقلك لا، لانه ارتبط عقله انه صار في مصير شرطي في ألم. نفس الشيء لما بدي ارجع، العقل بيتذكر انه هي عندها شغله بايدها، ممكن دغري انها هي توجع، والعقل مهمته الاساسيه يبعدك عن الخوف والألم، يعني يبطل يبعث لك هالاشياء. تمام، يعني غاليه دائما بتقولي لنا وبنعرف انه في كلمات بتعزز الطاقه الايجابيه عند عقلنا الباطن. اليوم التفكير السلبي قديش له تاثير كبير على عقلنا الباطن، وكيف بنقدر يمكن مو بس انه نتخلص منه عبر الوسائل اللي خبرتينا عنها، لا فينا نعزز الشيء الإيجابي حتى بكلمات مفتاحية يمكن. تمام تمام، شكرا للإضاءة الحلوة والكلمات اللي عم تقوليها لأنه عن جد رائعة. عقلك هو عبارة، خلينا نقول، عن عبد، تخيلوا معي، عبد
أسود كبير وضخم بس أعمى. قديش فينك بقى تكوني ضخم مع قوة رهيبة بس أعمى؟ يعني أنت اللي عم تسيري، يعني بتقولي له أنا حدا ناجح. أوكي أنت حدا ناجح، بتعرف كأني اليوم ما لي راية. أوكي نحن ما لنا رايقين، فعقلك ما عنده ليش، عنده نفذ وما في اعترض، هو بس مجرد ماشي معك. إنه بالنهاية هو طيع لين لإلي، شو بتزرعي معه وبيعطيكي. لأن حدا بقدر طبعاً، دائماً أنا بقول لهم بعدوا عن الكلمات السلبية، يعني أنا بقدر إنه بس إذا صار هيك مدري شو. عقلك مثل جوجل تمام، يعني إذا كتبتي له مثلاً إجينا نعمل سيرش على أي شيء، فلنفرض كتبت له أنا مرسيدس عم دور على سيارة، أنا شو حيفتح لك؟ كل الصور والأشياء يلي موجودة هون. اكتبي له انه مرسيدس مثلا، لا مو مرسيدس، او اكتبي كلمه قبلها او اي شيء، شو بيعمل هو؟ بياخذ الكلمه، لانه جوجل ما بياخذ بالنفي، بياخذ بالكلمه. عقلك نفس الفكره وبيعرض لك اياها على ساحه اللي قدامك. هلا كل شيء ايجابي هو بياخذه. قال انه العقل ما بيميز بين الضحكه المزيفه والضحكه الحقيقيه، فانت اذا بدك تعطي لحالك طاقه ايجابيه يعني فيك انه تمثلي انك عم تضحكي لحد ما تغير ويروح التفكير السلبي يجي تفكير ايجابي. شو رايك بهالكلام؟ والله كيف ما ضحكتي سلبيه ولا ايجابيه من وجه اللي قدامي، تمام، فهو بيجي اشارات انه انا صاحبي عم يضحك، فهذا الشعور اعطاه احساس لطيف انه هو عم يضحك. فما بتتخيلي اساسا حتى الضحك قد ايه بيبعت وبينشط، بينشط اشياء ومراكز داخل الدماغ انه هو اموره تمام. فلو كانت فعلا مثل ما تفضلتي انت، هي الضحكه ما كانت شيء، ولكن هي بعتت ضحكه، لو بعتت اشاره، بعتت اشاره انه تقيم الافكار السلبيه. هلا اضافه مثل ما تفضلت اريج على العقل الباطن، عقلك كله عباره عن كمبيوتر في بقلبه ملفات، تمام. الفكره صارت لف وبيسكرها، بعتها ملف بيسكرها، بيجي شيء بيذكر هاي الفكره، تفكير سلبي، امور، حدث طارئ او شيء، بيطلع على المكتبه اللي عنده، بيجيب لك هذا الملف وبينزل لك اياه على ساحه الشعور. سألك شو؟ نكمل؟ بناسبك؟ ما بناسبك؟ مثل لما بنطلع من تجربه عاطفيه، مرق حدا نفس ريحه العطر او نفس المكان، دغري بينزل لك الملف، بشوفك انت تأثرتي؟ بهمك هذا الموضوع؟ رجف قلبك، تضايقتي، اكتئبتي، نزلت عيونك للارض هيك او شيء؟ معناتها بيقول لك لا، احنا لساتنا هذا الشيء موجود عنا. معناه موجود، بسكر الملف وبيطلع. فالكلمات الايجابيه اللي نحن ممكن نحكيها لحالنا، ما بتتخيلوا قديش عن جد فعلا هي قادره تكون مثل لما بتوقعي في حدا بيجي بمد لك ايده بيقول لك يلا قومي وقفي. وغاليه بدي اقول لك كمان، شو اسمه، بيقولوا انه التفكير السلبي بيؤدي الى مرحله من الاحباط بسبب تراكم الاحزان والهموم، يعني بطريقه كثير كبيره. كيف فينا نتخلص منها واذا هن كانوا كثير متراكبين يعني ومتراكمين؟ بكل بساطه يعني نتخلص منها، يعني عندنا كثير هم وغم وكذا، كيف فينا نطلع الطاقه الايجابيه؟ تعال اقول لك، عندي انا فكره سلبيه مثلا، بجي انا بعد ما جربت هدول الاشياء كلها وربطتها مع مثير قلمي ما مشي، حلك رح ترجع، ما تفكري انه انت اذا صرفتي الفكره هي بتضل ترجع. طيب بكل بساطه جيبي هالفكره واعتبريها انه هي شخص قدامك موجود، احكي معها، لا تعالي قلك طيب شو صار اذا ضليتي معي من هلا لخمس سنين او لخمسين سنه او لعشر سنين، شو حتعملي؟ ولا شيء. طب انت شو عم تقدمي لي؟ ولا شيء. شو النتيجه ممكن اخذها منك؟ ولا شيء. ايجابي سلبي، تحدثي معه حتلاقي اخر شيء انت بتحصري 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 بتحصري، بترجع معك يعني بتفندي كل هاد، بتطلع معك انه هي ولا شيء، هي ما عم تعمل شيء غير انه هي عم تاخذ مكان بدماغك، عم تضايقك، عم تزعجك على ولا شيء. فهي لو ولا شيء، بس الواحد مثلا احيانا بيصيبه مشاكل وهو صغير بتاثر على نفسيته لحد ما يكبر. تمام. طيب معقول انه بس نحن نقول له ولا شيء انه خلص انه هي ما بتقدم لنا ولا شيء انه خلص تروح، مع انه هي بتكون مزروعه براس الفرد من هو صغير لحد ما كبر، يعني تجارب قاسيه او تمام. اي شيء. معقول هيك هذا الكلام اليومي بيقدر يخلصنا من التفكير السلبي؟ تمام يا عزيزتي، في فكره بتقلك انه انت ما فينك تركزي على اكثر من فكره، اذا انت حاطه هاي الفكره مثل اللي عنده فوبيا من المي، من وقت ما بيقول لك انا كنت صغير بخاف من المي، ومجرد ما اشوف بحر او اي شيء بصير في عندي خوف وتفكير سلبي انه انا ممكن اغرق بهذا، ممكن اغرق. ليه؟ لانه انا ما بعتت ولا عقل الفكره لعقلي انه ليش؟ ممكن اتعلم السباحه وممكن انا بطل خاف. هو دائما عنده قناعه انه صاحبي ما بيعرف يسبح، ونحن اذا شفنا المي لازم دغري نتنبه وابعث له اوعك نحن غرقنا قبل هالمره، جرب انه، ودائما عنده مثير بس يربط لك انه اوعك، لانه بخاف عليك من الالم ومن الاحساس الخوف والرعب، فدائما بيقول لك اوعك. بس اذا اجيتي وتعلمتي سباحه
بعد شوي بتبعتي له رساله بيقول لك انت بتخافي، له لا انا بطلت خاف، ليك انا تعلمت، ليك انا ممكن صرت اعمل هذا الشيء. نفس الشيء لافكارك لما بتكون بيجي بيقول لك انه عم تجيكي افكار، فيكي بكل بساطه بس انا تعلمت كيف انا جاوب هاي الافكار، انا بعرف انه انا فيني كيف اصرف هاي الفكره عني، انا بعرف كيف انه انا ممكن اعمل شغله اني انا بطل افكر بهالاشياء البشعه والاشياء هيك. عقلك ما بيقدر يفكر بشغلتين سوا، في يفكر بشغله واحده. تعال نجرب شغله. اذا قلتي لحدا يعني اهم الخطط لحتى تعملي تركيز وتنزلي هي الخطه تبع 2 4 6، شو هي هاي الخطه؟ إذا قلتي لحدا عبري أتينك هوا شو بيعمل؟ بيعمل أوكي هذا بسمعك، لا أكيد هذا غلط لأنه أنت أخذت من أول جزء وتركت الجزء الأسفلي اللي هو العظم يتعبى. الخطة هي شو؟ جربي إنك تعمليها معي. تعبري أتينك هوا بخطة 4 هيك تعمل. أنا عبيت، فرغت 2 3 4 5 6. بهالحالة أنا بقلك بعقلي بهالمرحلة فصل كل شيء وعم يفكر، كل تركيزه صار انه انا عم بعبي نفس وعم عد، ما عاد يفكر السياره شو صار فيها، اهلي شو صار فيهم، رح اتزوج، رح انجح، شو ممكن يصير، شو ممكن. هاي التدريب اذا عبيت هو 4 بتريح 2 بترجع بتسحب 6 بترجع بتريح 2، عم تعبي اكسجين، عم تزيد اكسجين. تقدر بهاي الحاله انك تثبت لحالك انك انت فصلت تفكيرك عن كل شيء وعم تفكر بس انك كيف عم تتنفس هلا. يمكن غاليه اكيد الحرب اللي مرينا فيها والظروف الصعبه اللي مرينا فيها شكلت حاله من القلق والتوتر الدائم عند بعض الاشخاص، ويمكن مو بسهوله يقدروا يتخلصوا منها لانه في سنين اثرت فيهم. اليوم شو بتتوجهي بكلمه لهالاشخاص اللي هن يمكن شافوا بعيونهم شيء كثير بشع واثر فيهم وما قدروا يمكن يطلعوا من هالحاله الاكتئاب والقلق اللي هن عايشينه؟ تمام، هذا كلامك كثير صحيح، وفعلا في اشخاص شافوا اشياء كثير مؤلمه ومؤذيه ومرعبه ومزعجه بنفس الوقت بهاي الدقيقه. ما فينا نحن اكيد نتوجه لهم مثل ما نتوجه لاي شخص بس عنده ضغوط حياتيه، لانه الشيء اللي شافوه كمان لا يستهان فيه او اللي عاشوه فلا يستهان فيه ابدا. ولكن نحن دائما بنقول لهم طالما انك موجود هلا وعندك فرصه انك تتنفس وعندك فرصه انك لسه تفكر، معناتها امورك نوعا ما لسه هي جيده ورح تتحسن من جيده لافضل لاحسن. يلي صار بالماضي خليه بالماضي، تاخذ منه فكره، تاخذ منه شيء انه ان شاء الله ما بيتكرر معي مره ثانيه. بس اكبر غلط للاسف اللي نحن بنعمله كلياتنا بنجيبه للماضي بنحطه بالحاضر، فبنصير عم نستجلب من الماضي والحاضر حتى بننقله للمستقبل. فنحن حنقول لهم اول شيء ما رح نستخف بالوقع الاليم يلي صار سواء نفسي ولا جسدي ولا معنوي، اكيد هو صعب واكيد هو يمكن حدا ثاني ما يقدر يحمله عنك، اكيد صعب، بس اللي راح انتهى، خدنا منه شيء حطيناه بجنبنا ونحن اليوم عنا فرصة جديدة. كل يوم انت عم تفيق فيه وعم تفتح عيونك وعم تاخد نفس عم تقدر توقف حتى على رجليك وتقوم بحياتك اليومية بشكل عادي، فانت عندك فرصة انك تعمل شيء، انك ترجع تعيد تفكيرك. انت لما عم تكون عم تقدر تفكر بمئة ألف قصة بهذا الموضوع، معناتها أنت قادر ترجع تخطط من أول وجديد، وقادر أنك ترجع تعمل فرصة من أول وجديد، وقادر ترجع توقف على رجليك من أول وجديد، وتخلي هاي الأفكار يمكن ذكريات تحكيها لجيلك اللي جاية بعد منا، قدي أنت كنت قوي لو وصلت لهم. طب ممكن نعرف خطوات لطرد التفكير السلبي؟ تمام يا عزيزتي، مثل ما قلت لك بتحدثي الخطوة أو الفكرة اللي بتكون موجودة لك وبنبرة حدة وشك كلماتك الى عن جد طلعي خلص، انه انت اخذتي حيز كثير من بالي فعن جد طلعي خلص، بتروح بترجع بتروح بترجع بس بتضل اخف قوي. اربطي المثير بألم، يمكن مو بهي اللي انا عاملتها بس انا عن حالي حسيتها اسرع شيء ويمكن ما حدا حيشوفها كمان انه دائما موجوده. فينك تربطي باي شيء ثاني، في فكره بس هيك على السريع بقول لك لما بدك تتذكر شيء اربط المثير بألم. انا لما كنت ايام الدراسه اعملها انسى شيء فامسك هذا الاصبع وضل اضغط عليه ضل اضغط عليه لحتى يصير في ألم وانا عم بحفظ الفقره او شيء لانه كثير تكون صعبه علي او شيء، لما اجي بالفحص حس انه نفس الشيء اجاب اجاني ارجع اضغط على هذا المكان، ثقي تماما انه العقل ربطها بهذا الالم، ارجع اجيب نفس شعور الالم يرجع يعطيني اياها لانه هي مربوطه بمثير فبيرجع لك نفس الشيء. فكرتك السلبيه انت دور على شيء تشعر انه هو بيوجعك، احرمي حالك من مشوار، احرمي حالك من شغله بتحبيها. اذا فكرت هيك ما في هيك، اذا حطي مصاري وهي اصعب شغله بالنسبه للانسان، اذا فكرت اليوم سلبي بدي احط مبلغ كذا، فانت بتبطل بصير بتعمل موازنه. ثاني شيء عن جد احكي مع المشكله انه هي بشكل واقعي، الا انا شو حاستفيد منك، شو الوقت اللي عم تاخذي، شو ممكن تقدمي لي، شو ممكن تقدمي لي. رابع شيء امن بحالك،
ثقتك بنفسك، إيمانك بحالك، هذا أهم شيء بالدنيا كلياتها. سكر أذانك عن هدول الناس اللي بيكونوا حواليك، فعلا بكل بساطة افتح لهم الباب وقول لهم طلعوا لبرا لأنه أنتم ما بتلزموني بحياتي، جيب كل شيء حدا إيجابي وعيش معه لأنك أنت ناجح. يعني غالية بالفعل نتمنى كل المعلومات المهمة والنصائح اللي قدمتها اليوم يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم حبيبتي. أنتوا شكرا لكم وشكرا على الموضوع اللذيذ واللطيف، وتضلوا بألف خير يا رب. نتشكرك كثير غالية لوجودك معنا.